شكرا إلك. أهلا وسهلا، تكرم عينك، تفضل. هذا وصل بالحساب اللي حطيته باسم سليمان أتاك، وهدول وصول الجمعيات الخيرية اللي حطيت بحسابهم مصاري، ومشان الخزنة خلي سليمان أفندي يجي ويوقع على الأوراق. في وقع وقت يجي يستخدم الخزنة؟ طبعا بيصير، بس أنا مستغربة كتير، ما عم بفهم ليش وزعت كل مصاريك. عم أدفع ديوني. بتشكرك على كل شيء. أهلا وسهلا، شرفتنا. خاطرك. مع السلامة. بشير، نهال خانم بدها تطلع، لا تصف السيارة بالكراج. تمام، وانتو لوين؟ عم نركض ركض على المشتريات. ايه يلا يلا امشي. ركزت كم موعد ولنشوف بقى. ايه بس جميلة ما اشتغلت بمكاتب من قبل، شو بيفهمها بشغل الطاولة؟ جميلة عندها أهداف يا شهيرة خانم، حابة تطور حالها وأنا واثقة فيها. جميلة كتير شطورة، خلال يومين بتتعلم اللي بدها تتعلمه. قبل ما أنسى، غرفكم جاهزة، ايمت ما بدكم فيكم تنتقلوا. لك هلا حنعود الآنسة الجديدة على الشغل، بعتقد بآخر الأسبوع ننتقل. لميس خانم، منخاف ننتقل عليكي. ما عاد بدي اسمع منك هالحكي بنوب. سيد بشير مشرفنا. صباح الخير مدموزيل. صباح الخير، حليت أمورك؟ ممكن لحظة عمو سليمان؟ طبعا. هذا المفتاح. صباح الخير، أخيرا اجيت يا بشير. يلا رايحين. يلا. مدموزيل، ما كان عندي علم انك هون، ليش ما طلعتي لفوق؟ كان في عندي شغل مع شهيرة خانو. طيب ماشي، بس ارجع بشوف. خالي شهيرة، ما عاد تضلي قاعدة هيك ومتضايقة، ببيتنا الجديد كلياتنا رح نكون سوا، بيكون مطبخك اكبر وغرفكن اكبر من هون، رح تتخلصوا من الفيلا القديمة، مو منيح؟ طبعا منيح، بشوفكن. Thank you.